مجمع العنايات المركزة بمستشفيات جامعة المنصورة، تم إنشاؤه للمساهمة في القضاء على جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية لمرضى العنايات المركزة. يضم المشروع 3 طوابق بسعة 50 سرير. المبنى معزول تماماً عن باقي مباني المستشفى، تم تنفيذه على أحدث المواصفات القياسية الطبية، ويضم الدور السابع 15 سريراً عناية متوسطة، مجهز بأجهزة الباي باب والسي باب، ومزودة بالهيبا فلتر والبلازما فلتر، بما يتفق مع معايير الجودة ومكافحة العدوى. والدورين السادس والخامس مخصصان بالكامل عنايات مركزة بسعة 35 سريراً، مزود بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز وأجهزة ضخ المحاليل والضغط السلبي والهيبا فلتر والتكييف المركزي، بما يتفق مع معايير الجودة ومكافحة العدوى. ويوجد أيضاً حجرات عناية مركزة منفردة، بالإضافة إلى وحدة مناظير الصدر والمعدة، كل دور تم تجهيزه بأجهزة رسم القلب وأجهزة الصدمات. بالإضافة إلى محطات مركزية لمتابعة بيانات المريض عن بعد، ويضم كل من الأدوار الرابع والثالث والثاني 50 سريراً إقامة للمرضى. ويحتوي الدور الأول على أحدث جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة سينية نقال، وجهاز موجات صوتية على القلب، ومعمل التحاليل الخاص بالمبنى وبنك الدم. كما تم تجهيز المجمع بسيارة إسعاف جديدة بتجهيزات عناية مركزة متنقلة. مجمع العنايات المركزة تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه، تتضمن 20 مليون إنشاءات و 32 مليون تجهيزات. مجمع العنايات المركزة الجديد صرح طبي وإضافة جديدة للمنظومة الطبية بجامعة المنصورة.